السلام عليكم الأصدقاء. إلا سولتكم شنو هي الفلسفة؟ واش هي مجرد معلومات تنقراوها ونحفظوها، أي أقوال قالوها الفلاسفة والمفكرون تلقاوها في الكتب، يمكننا نعودها ويمكننا نكررها؟ ولا الفلسفة هي واحد الرؤية للحياة ممكن أنها تساعدنا في التغيير النظرة ديالنا للأشياء والتعامل ديالنا مع المشاكل والظروف في الحياة؟ أنا ما غادي يبقاش، أنا غنوليو نتكلموا على الفلسفة بالمعنى ديالها الوجودي كما بدات مع سقراط. اللي كان الدور ديالها هو ان الانسان يعرف النفس ديالو بشكل عميق، ونتج القواعد ديال سقراط يا ايها الانسان اعرف نفسك بنفسك. الكتاب ديالنا اليوم هو كتاب جميل وصغير للاستاذ والدكتور سعيد ناشد. هذا الكتاب هو ماشي كتاب اكاديمي بالدرجه الاساسيه، هو كتاب يحاول يحول الفلسفه الى مجموعه من التساؤلات، مجموعه من القضايا التي تهم الحياه الانسانيه على المستوى الاجتماعي، على المستوى الوجودي، على مستوى التواصل. وتحاول يقول بأن الفلسفة أقوى من الخطابات التحفيزية كما تنشوفوها في مجال التنمية البشرية لسببين. السبب الأول هو أن الفلسفة تعطيك رؤية عميقة للحياة، وفي نفس الوقت تعطيك رؤية حقيقية ووجودية لطبيعة الواقع الذي نعيشه. تعطي على سبيل المثال أن كيفاش نتعامل مع المعاناة، كيفاش نتعامل مع الصعوبات، فإن الفلسفة تقدم رؤية مهمة للحياة وكيفية التعامل مع الصعوبات ديالها والتحديات ديالها. وهذا الكتاب هو محاولة لربط الفلسفة بأهم شيء في الوجود وهو الحياة. وتناقش في الكتاب قضايا اللي عندها علاقة بالحياة، بحال السعادة، بحال الأمل، بحال كيفية ديال التعامل ديالنا مع الصعوبات ديال الحياة بشكل عام، كيفاش نتعاملوا مع قلق الوجودي اللي هو الموت. يتكلم كذلك على الدور العلاجي للفلسفة بمعناه الثقافي وبمعناه الاجتماعي. إذن سيكون هذا الكتاب صراحة فسحة جميلة لبسط مجموعة من القضايا المرتبطة بالحياة الإنسانية وكيفاش نتعامل معها بأساليب مختلفة ومتنوعة. كاين واحد القولة جميلة في الكتاب تقول: نحن نشقى بالأفكار التي تجول في أذهاننا، الأهم من الأشياء هو طريقة تفكيرنا في الأشياء. فهذه النقطة تبغي يبيرنا بأن الفلسفة أول حاجة دارت هي أن غيرت الفكر الإنساني من طريقة ديال التفكير الخرافي والأسطوري إلى أنها علمتنا الفكر العقلاني والمنطقي. ومع سقراط غنوليو نطرحو سؤال على ما هو الإنسان اللي هو حنايا، وغنسألو على كيفاش ممكننا نعيش. وأنا تتكلم على واحد النقطة جميلة جدا وهو مفهوم الحياة البسيطة. شنو هي الحياة البسيطة؟ هي أن نقوم بكل أشياء بسيطة بشكل يومي، استماع الموسيقى، ممارسة الرياضة، قراءة الروايات، أي أن نستمتع بكل لحظة ونعيشها باعتبارها جوهرا أساسيا في الحياة ديالنا، لأن البساطة هي السر في السعادة الإنسانية. ولا عشنا بسطاء غنقدروا نوصلوا لمجموعة من الأهداف في الحياة. لكن أكبر عائق تمنعنا من أننا نوصلوا ونعيش في الحياة البسيطة هو تلك الرغبة المفرطة في الاستهلاك والرغبة المفرطة في اللذات الحسية. ونعرف أن الفلاسفة كلهم منذ القدم كان يقولون بأن السعادة الحقيقية تكمن في اللذات العقلية، أي في الجانب التأملي والجانب المنطقي والجانب الوجودي في الإنسان، لأنه كل من ينغمس فيما هو حسي سيصبح أقرب إلى حياة البهائم وإلى حياة الحيوانات. ومن جهة أخرى في واحد الفصل آخر يقول بأن الدفاع عن الفلسفة هو دفاع عن العقل وتحسين قدرة العيش عند الإنسان، لأن هذا التقدم اللي عرفته الحضارة الإنسانية خصوصا في الأربع قرون الأخيرة كان المحور ديال الأساسي هو الإعلاء من قيمة العقل، ابتداء من الفلسفة الحديثة التي نقلت المجتمع الأوروبي نموذجا من مجتمع متخلف على جميع المستويات إلى مجتمع متقدم بعد النهضة وحركة الإصلاح الديني وغيرها من الأشياء الأخرى التي ساهمت في تقدم ونمو الفكر الإنساني. لكن أي واحد منا يقدر يطرح واحد السؤال على نفسه وعلى الناس: فاش ممكن تفيدنا الفلسفة؟ طبعا أول حاجة غتفيدنا فيها الفلسفة هي أننا غنعاودوا ننظروا الأشياء من زوايا جديدة، يعني أن النظرة ديالنا للحياة والنظرة ديالنا للوجود تقدر تقلب وتبدل. شنو المعنى ديال الحياة؟ شنو المعنى ديال المرض؟ شنو المعنى ديال القلق؟ شنو المعنى ديال الغضب؟ لأن الفلسفة تعلمنا، كما يقول أحد الكتاب المغاربة، تعلمنا الفلسفة إمعان النظر في الأشياء. يعني ما نكونش التفكير ديالنا سطحي في اي مشكله وقعت لنا في الحياه، في العلاقات الانسانيه، في العمل، في اي مشكل، اننا دائما يجب ان نمعن، والامعان هنايا واننا نعمق
النقاش ديالنا في الموضوع ولا في المشكل. على سبيل المثال، إذا قلت لك دابا راني طالع لي الدم وغضبان، إذن هذه حالة نفسية نقدر نوقع فيها. لكن إذا طرحت على نفسي سؤال فكري، شنو هو الشيء الذي يخليني نغضب؟ واش المشكل في حد ذاته، ولا النظرة التي أحملها تجاه المشكل، أو النظرة التي نحن نعرف جميعا بأن الغضب هو شعور انفعالي، ولكن عندما نفكر فيه بطريقة عقلانية هنا تولي الشعور ديال الغضب معقلا وبالتالي يتقلص لدينا. علاش؟ لأننا قدرنا نفكر فيه بطريقة منطقية وطريقة عقلانية. والإنسان مع الوقت يتعلم مجموعة ديال أفكار، مجموعة ديال تجارب الحياة لتخليه يغير النظر ديال الأشياء. يعني الغاية من الفلسفة وأننا نتعلم كيفاش نعيش في الحياة، نتعلم كيفاش نتعامل مع الظروف ديالنا، مع الصعوبات ديالنا في الحياة ديالنا اليومية. إذا تقول هنا الكاتب بأن كل شيء تبدأ بالطريقة ديال التفكير ديالنا تجاه الأشياء، وأن كل المشاكل التي نعاني منها، كل الصعوبات اللي نقدروا نوقعوا فيها، سببها هو الطريقة التفكير ديالنا تجاه العالم الخارجي. إذا إذا استخدمنا العقل بطريقة سليمة نقدروا نحلوا المشاكل والصعوبات اللي تنمروا منها في الحياة. وبهذا المعنى فإن طريقة ديال التفكير ديالنا تجاه الأشياء هي تتخلق الفرق بيني وبينك وبين الآخر. ونت يقول ألان فيلسوف فرنسي في الخواطر دياله حول السعادة، إذا آمنت بأنني سأسقط لابد سأسقط. المعنى ديال الجملة هذه أن الطريقة التي نفكر بها هي التي تخلق الفرق بين الناس على مستوى النتائج. وهنا تذكر واحد المثال جميل اللي هو قصة الكاتب والروائي دوستويفسكي اللي يقول بعد كل معاناة توجد فسحة للأمل. نعرف جميعا قصة الروائي دوستويفسكي أنه كان قريب من المشنقة للموت بعد إصدار الحكم عليه، ولكن في اللحظة الأخيرة بينما هو ينتظر الصعود إلى المشنقة تغير القرار واستبدل الحكم بالنفي إلى سيبيريا. وفي هذه اللحظة هذه اللي تلغى فيها الحكم انتقلت حياة دوستويفسكي من الإقبال على الموت إلى الحياة من جديد. لكن العجيب هو أن دوستويفسكي قدر يحول هذه المعاناة وهذه الصعوبات التي يعيشها إلى إبداع. ولعل كل الروايات التي كتبها دوستويفسكي لولا تلك التجارب ديال المعاناة اللي مر منها لما قدرش يعطينا ديك التجربة الملهمة وديك التجربة العميقة فهم المشاكل النفسية والعمق في الطرح ديالو الأزمات النفسية وطريقة فهم ديالو المشاكل بحال الفكرة ديال الحسد بحال علاش كاين الشر في العالم. ونعرف جميعا بأن رواية دوستويفسكي كانت بعض الأحيان أعمق من كثير من الكتب ديال علم النفس في تفسير بعض الأمراض النفسية وبعض المشاكل السيكولوجية. من هنا نستنتج الدور العلاجي للفلسفة والفكر الإنساني بشكل عموما، أنه كل ما قرينا بزاف، كل ما تعمقنا في تجارب الحياة، كل ما استطعنا أن نواجه شقاء الحياة. وأنه دورة الفلسفة ماشي أنها تخلصنا من المعاناة، إنما نستطع نواجه المعاناة التي تنعيش فيها. وهذا الأمر انتبه له كذلك المحلل النفسي سيغموند فرويد عندما قال ليس دوري أن أجعلك سعيدا، إنما دوري أن أنقلك من الشقاء مرضي إلى شقاء عادي، أي أنني نعرفك بالمرض ديالك أو بالمعاناة ديالك وتقدر تواجهها بشكل عادي. الهدف من هذه القصة نفهم أن كنا تنعيش في واحد البيئة اللي ما اختارناهاش. يقدر يكون إنسان في السجن انفرادي، يقدر يكون مصاب بشلل، يقدر يكون فقد واحد الناس اللي هما قرابين عليه، ولكن الفرق بيني وبينه وبين الآخر هي الطريقة اللي غنتعامل بها مع هذه الظروف الخارجية. وهنا غيميز لنا الكاتب من الحياة الداخلية للحياة الخارجية. هنا ملي تنتكلموا على رد الفعل ديالي تجاه الظروف اللي تنعيش فيها، تنتكلموا على الطريقة اللي غنشوف فيها هذه المشاكل أو الطريقة اللي غنشوف بها الصعوبة. مثلا الشعور ديالي بالغضب، نقدر نغضب لأنه بزاف ديال الأشياء ما حققتش النجاح، ما درتش داكشي اللي بغيت. طبعا هنا كيبان أن الغضب ديالي نتيجة لواحد الأمر خارجي. إذا النظرة ديالي للحياة، إذا إلا غيرت النظرة ديالي للحياة وغيرت الرؤية ديالي للأشياء نقدر ما نشعرش بديك الغضب. وهذا تيجي الدور ديال الفكر الفلسفي منذ القدم اللي تيقول بأنه يجب علينا أن نمشي في حذاء غيرنا. تخيل معايا مثلا على سبيل المثال أنك تفقد حاسة من الحواس ديالك، على سبيل المثال مثلا حاسة البصر. تخيل معايا ما تكونش عندك القدرة على الرؤية، شحال تقدر تقدم الفلوس باش تشري حاسة النظر؟ تقدر تقدم كل ما لديك من ثروة أو كل ما تملك من المال. إذا كنت أنت هو بيل جيتس ولا أنت هو ستيف جوبز، ممكن تقدم الفلوس ديالك كاملة سبيل أنك تحقق حاجة بسيطة وأنك تشوف بعينيك
المناظر الجميله في الحياه وغيرها من الاشياء. اذا هنا تبغى يقول الكاتب بانه عندنا مجموعه ديال الملكات وعندنا مجموعه من الاشياء ولكننا لا ندركها ولا نعرف قيمتها حتى نفقدها. مثل ما يقول الحكماء: الصحه تاج فوق راس الاصحاء، لا يعرف قيمتها الا المرضى. وبالتالي فان الانسان ليس له كما كانت تقول الفلسفات القديمه الا الحاضر، وليس الماضي والمستقبل الا مجموعه من الاشياء. اما نحزن عن الماضي اشياء افتقدناها ونحزن على فقدانها، واما نحن في حاله قلق وفي حاله توجس مما سيقع في المستقبل. وهذا الامر يدل على انه لا يجب علينا ان نقلق من الاشياء، لان كل شيء لديه منطقه ولديه قدره. في واحد الفصل تتكلم فيه الكاتب لماذا نشعر بالملل، يقول بان حياه الانسان تدور بالالم والملل، والسعاده والمتعه ما هي الا لحظات عابره تحس بها مره مره، لانه مهما فعلنا فاننا في اخر المطاف، اننا في اخر المطاف بحال شي فيلم، عندنا بدايه وعندنا واحد الحبكه وعندنا واحد النهايه. المشكل للانسان انه يعتقد بانه خالي، والاعتقاد بالخلود هو اللي يخلي دائما للتغيير. ومن الاسباب الملل في المجتمعات المعاصره يقول الكاتب وانه ما كاينش واحد التحفيز على الابداع على العمل على الخلق، فلهذا نهرب في أكثر الأوقات إلى ممارسة أشياء حتى لا نبقى في حالة فراغ. مثل تفرج كرة بزاف وتفرج مسلسلات وتتبع مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبة للكاتب هذه الحالة هذه ماشي طبيعة الإنسان، بل هي نتاج عدم وجود أهداف، عدم وجود رؤية، عدم وجود مشاريع سواء فردية ولا جماعية. لو أنه كانت هذه النوع من المشاريع في المجتمع غتحفز الناس أنهم يشتغلوا، أنهم يفكروا، أنهم يخرجوا ديك لوزون دو كونفورت. وهذا الشيء علاش خصنا نخرجوا من حاله الملل من خلال انجاز والعمل والابداع. وفي فصل اخر يتكلم عن علاقه التفكير بالجسد، وتقول الكاتب بان الاعتقاد ديالنا السائد بان الفلاسفه لم يهتموا بالجسد، واعتبروا بان الجسد ليس مهم، المهم هو العقل هو التفكير. ولكن هو ينتقد هذه الفكره ويقول بان العقل السليم في جسم سليم، او كما قالت العرب قديما البطنة تذهب الفطن. غالبا ما اعتقد الناس بأن الفلاسفة والمفكرين لم يتكلموا عن الصحة، وهذه الفكرة هي مغالطة، لأنه ما يمكنش نتكلموا على إنسان يقدر يبدع وينجز إذا ما كانش عنده واحد الجسد جيد، لأن إذا كان الإنسان عنده صحة جيدة يقدر يواجه مشاكل الحياة. أما إذا تجمع عليه المرض ومشاكل الحياة فإنه سيعاني الأمرين. ونتقول الكاتب واحد القولة ديال نيتشه جميلة تتأكد الفكرة ديال الرياضة وأهمية الجسد، تتأكد أهمية الجسد في الفلسفة. يقول: وحدها الأفكار التي تأتينا ونحن ماشون لها قيمة ما، الكتاب ديالو أفول الأصناف. والأبحاث اليوم ديال علم الأعصاب تتأكد هذا القول، لأنه تعرفوا جميعا بأن المعدة هي دماغ ثاني، وبأن الستريس والقلق والأفكار السلبية تقدر تأثر على الحالة المزاجية ديالنا، وتأثر حتى على الحالة العضوية ديال الجسم من خلال ما يسمى الأمراض البسيكوسوماتيكية. يعني العقل يفكر، يعني العقل يفكر بطريقة سلبية والجسد يمرض. وانا غنتجاوزو الثنائية اللي كان وضعها ديكارت اللي فصل بين ما هو عقلي وما هو جسدي. ونرجعنا كذلك إلى القديم، غلقوا بأن أفلاطون كذلك أكد على الأهمية ديال التربية الجسدية والتربية البدنية، وهذا الأمر هذا واضح في الكتاب ديال الجمهورية اللي كانت يأكد فيه على أنه في السنوات الأولى ديال تكوين ديال التلاميذ اللي غيكونوا في اخر مطاف فلاسفه خاص تكون عندهم بنيه جسديه جيده باش يقدروا كمو باش يقدر يكون عندهم التفكير بطريقه عقلانيه. وبهذا المعنى فان جسدك هو عقلك، لانه ما جدوى التفكير اذا لم ينفعك في اسوأ الظروف، لان العقل هو الاداه التي تحكم في الانفعالات وفي توجيهها بشكل منطقي وعقلاني. تقول الكاتب بان السر ديال الحياه السعيده يتجلى في الرضا عن ما نحن عليه، كما قال المبدع والعبقري مولانا جلال الدين الرومي: هناك الكثير من الأمل في غياب الأمل. بمعنى هنا أن الحياة الحقيقية اللي غنعيشوها هي الحياة الواقعية، وأن ما نأمله في كثير من الأحيان قد يكون هو مصدر شقائنا، لأن قد نطمح إلى أشياء وقد لا نحققها. لذلك يجب أن نسعد بالأشياء التي هي متاحة وموجودة أمامنا، لأن في آخر المطاف كنا غادي نموتوا،
فالموت هو الحقيقة الوجودية التي يجمع عليها الجميع، ولكن في الحياة التي نعيشها يجب أن نتعامل بشكل عقلاني مع المرض. وأنا تقول الكاتب بأنه ليس كل شخص مريض فهو شخص عاجز، ونحن نرى كثير من الناس مرضى ولديهم إعاقات ولكنهم أبدعوا في كثير من المجالات، مثل هنري كيلر في مجال الأدب والكتابة، ستيفن هوكينغ الكاتب والفيزيائي العبقري الذي أبدع وأخذ كرسي إينشتاين، وغيرهم من المبدعين آخرين مختلفين ومتنوعين. فبالتالي فليس كل من هو معتل عضويا فبالتالي هو فاشل، وبالعكس أن يقول الكاتب بأن المعاناة هي جزء أساسي من حياة الإنسان، وأن الشخص لما عمره عانى في حياته فإنه لا يمكن أن يبدع، لأن الإبداع وليد المعاناة. إذا هنا خصنا نتعامل مع الحياة كأنها تيار وكأنها نهر، وأننا نمشي مع التيار ديال القدر ومع التيار ديال الظروف. وهذا معنى قول سقراط اعرف نفسك بنفسك، أي أن يرضى المرء بالقدر الذي يحضنه وبالظروف التي يعيشها، فكن مستسلما راضيا حتى لا تلم بك التعاسة. فبالتالي فإن لا يجب أن نبحث عن السعادة، لأن أصلا البحث عن السعادة هو أكبر مصيبة وأكبر شقاء يعانيه الإنسان اليوم، لأن التركيز ديالنا على السعادة في المنطقة الاستهلاكية اليوم تحتاج منا كثير من الأشياء. ولكن إذا ركزنا على الحياة البسيطة، ونتركز الكاتب بزاف على فكرة الحياة البسيطة، أي أننا نرجع الحياة ديالنا اليومية اللي فيها تواصل، اللي فيها حوار، اللي فيها اهتمام بالقراءة، بالكتابة، بالفن، بالأدب، هذه الأشياء كلها يمكن تحقق لنا سعادة بلا ما نبحثوا على السعادة، ونتحكموا في النفوس ديالنا كما قال وكيف ما قال شوبنهاور، لكي نعبر الحياة بأقل ما يمكن توتر وتدمر نحتاج إلى قدر من ضبط النفس. وفي فصل آخر حاول الكاتب أن يخوض حول ما يسمى رهال الفلسفة. رهال الفلسفة بالنسبة للكاتب لا يتجلى في قراءة تاريخ الفلسفة وأفكارها ومعلوماتها، لأن هذا الأمر يعرفه الجميع، وإنما أخذ الرهان على ثلاث مستويات. المستوى الأول سمى فن التفكير، المستوى الثاني سمى فن العيش، المستوى الثالث سمى فن العيش المشترك. أولا كيف أفكر؟ يقول الكاتب بأن دور الفلسفة أنها تعلمنا فن التفكير، أي أن نفكر بطريقة عقلانية تجاه الحياة، تجاه صعوباتها، تجاه ظروفها. لماذا؟ لأن العقل يعتل ويخور، ولأنه يتعرض لكثير من التشويه بسبب الخرافة، بسبب العجز، بسبب الإيمان. هذه أشياء كلها تقدر تفقدنا القدرة على التفكير النقدي والتفكير المنطقي، اللي هو خلى العقل الإنساني يتقدم ويتطور، لأنه كما قالت أحد الكتاب عندما ينام العقل تستيقظ الأشباح، وأشباح الأوهام والخرافة لا زالت إلى اليوم نواجهها بسيف العقل الذي لم يستطع أن يحسم مع الخرافة. ثم أن الفلسفة تعلمنا فن العيش، وهنا نتكلم عن الفلسفة بمعناها الاجتماعي، أي أنها تقدم خطة لمواجهة الكآبة ومواجهة الصعوبات ومواجهة الفشل. ولعل في النصوص القديمة، النصوص الأبيقورية والرواقية، كثير من الجمالية، وكذلك مع بوتيوس ومونتاني وغيرهم من الكتاب الذين ساهموا بحق في تأسيس رؤية فلسفية للحياة. ثم هناك مستوى آخر للفلسفة وهو فن التعايش، أي كيف نتعايش مع بعضنا البعض، لأن الفلسفة منذ القدم كانت تدعو إلى السلام، تدعو إلى الحوار، تدعو إلى تجاوز العنف وتجاوز الحروب وتجاوز الاستبداد، وتأسيس مجتمعات فيها سلم، فيها استقرار، فيها تعاون. ونتيجة دور الفلسفة في بناء تصورات ورهانات تتحاول تقلص الحجم ديال العنف وتعزز التسامح والحوار داخل المجتمعات بكل أشكالها وبكل أنواعها. من الفصول الجميلة عنوانه ما التفكير، هنا يطرح لنا واحد السؤال مهم جدا، أن الفلسفة منذ القدم تناقش الأفكار، فهي في حد ذاتها تعالج كثير من القضايا، قضايا الإنسان مثل التفكير في الوجود، التفكير في الدولة، التفكير في الحقوق، التفكير في العدالة، التفكير في الحرية. لكن التفكير في التفكير هو أهم الفلسفة، أي أن لا نجعل أفكارنا وقناعاتنا شيئا محنط، أي أن نتجاوز فكرة الاعتقاد وفكرة المقدس وفكرة المطلق، وأن نجعل كل شيء قابلا للنقد، قابل للمناقشة، قابل للتحليل. فسقراط التهمة التي قتل بها هي أنه كان يفسد الشباب، ولكن السؤال الذي يطرحه هنا بالنسبة لسقراط
كيف كان يفسدهم؟ يفسدهم بمعنى أنه كان يدفعهم إلى التفكير، إلى النقد، وإلى المساءلة. وبهذا المعنى سوف ندرك بأن تاريخ الفلسفة هو تاريخ نقد الأفكار، هو تاريخ تجاوز الأفكار، هو تاريخ إعادة بناء الأفكار. فالسؤال في التفكير هو تفكير في التفكير، أو معرفة في المعرفة. وهذا ما يجعل الفلسفة ليس لها نهاية، ليس لها حاجز، وليس لها حدود، لأنها دائما فكر تساؤلي، تتساءل عن كل شيء. بما أن الإنسان يعيش ويعيش في مجتمعات مختلفة وينمو ويتطور، ففي كل مرحلة سوف تطرح أسئلة وقضايا وموضوعات خاصة بتلك المرحلة وبتلك التجربة. وبهذا المعنى فإن الفلسفة هي علم لا يمكنك تعلمه، لأنها تفكير بشكل منفتح، هي دائما دعوة إلى معرفة نفسك بنفسك. أو بلغة ميشيل فوكو، دائما الفلسفة هي بناء لإبستيمي، وكل مرحلة تاريخية تحمل إبستيمي خاص بها. وفي آخر المطاف تبان بأن الفلسفة هي دعوة إلى استخدام العقل، وإلى استخدام العقل بشكل عقلاني ومنطقي، إذا أردنا أن نخرج من دائرة الخرافة ومن دائرة الجهل. ولكن دائما هناك أعداء العقلانية وأعداء الحرية، وهذا ما نراه في جميع المجتمعات، أن كل من يحارب الفلسفة فهو يحارب الحرية ويحارب العدالة ويحارب الديمقراطية. إذن الأصدقاء نشكركم على هذه المتابعة، ولكن تبقي معي ترى اللحظة، فأنت رقم المتتبعين الأوفياء لهذه القناة ولهذه المواضيع العقلانية والفلسفية. في عجبك هذا الموضوع هذا، ما تبخش عندنا بشي تعليق وتبارطاجي مع أصدقاء ديالك، واقترح علينا شي كتب أخرى نقوم بالمراجعة ديالها. إلى لقاء آخر ومراجعة كتاب آخر إن شاء الله. تبارك الله عليكم.